كيفكم البنات؟ اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ جيت باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم كاملين، لان باش نقدر نجاوب كل وحده صعيب، ما غاديش نوفي وما غاديش نكمل، وانا يا اعدى شيء عندي هي ما نجاوبش البنات كاملين. كنقدر بما امكن انني كل مره نبقى نجاوب، ولكن انا ما كنوصلش. فانا قلت يعني جاتني الفكره انني ندير فيديو ونجاوبكم على الاسئله ديالكم كاملين. علاش خليتي ولدك في المغرب؟ واش ولدك احمد؟ نقص شويه. واش ولدك مغربي ولا اماراتي؟ كلشي غنجاوبكم عليه. احمد الا ممكن نقص شويه. اوكي البنات، اول شيء انا ولدي ماشي مغربي، ولدي تابع بواح اماراتي. ثاني شيء، علاش خليت ولدي في المغرب؟ اول شيء ماما هي اللي ربات ولدي. انا من ورا ولدي بشهرين وشي شهرين وشي 20 يوم لقيت راسي حامله، لان انا اصلا تعطلت في الحماله ديالي بزاف، يعني على تقريبا على شي 3 سنين زياده ولا ياك احمد شحال تقريبا عاد باش قدرت انني عاد باش حملت. يعني انا اصلا معطله، فمنين جاوا بجوج متابعين بالعكس فرحت. غتحيدي مره واحده كتحيدي التربيه ديالهم بجوج. المشكل اللي عندي علاش انا ما قدرتش نجيبه خليته مع ماما، لان ولدي كيغار بزاف من اختو، كيغار لواحد الدرجه ما كتصورش. حنا دابا انا جيت الامارات ياك البنات، حنا غاديين عند الطبيب. عاده مسكينه حنا ما شفنا، انا ما شفتهاش بعدا، كاينه حيت يمكن كنت كنقضي في الغرادات وخليتهم بجوج مع ماما. ماما مسكينه ما حيلتها للدار، ما حيلتها ليهم، لانه هو كل مره كيجي يضربها، يمكن شي كيضربها يمكن فوق 30 مره في النهار كل مره، لدرجه ان الدري مسكين من كثر الغيره ديالو ضعاف، نزل وزنه، مرض بزاف، واحد الغيره عنده حاده، يعني معمرني في حياتي ما شفتها، اول مره نشوفها قدامي. كيحيد ليها السكاته، ملي كيبغي يحيد ليها السكاته راه صحباتي اكثر يشافوا وجهها، كيقمشها من هنا مسكينه، مدي لها عينها من هنا، مدي لها عينها من هنا، تخيلوا من هنا مسكينه والله، كون كانت بنتي كتبان غنوريها لكم غتخلعوا كامل وجهها مشرمطوليه كامل. كيحيد ليها السكاته، هو كان قاطع السكاته، ومنين شافها ولا كيحيد ليها السكاته وكياخذها وكيديرها هو. الحليب منين كتصايبو لها ماما كتجي كتلقاه شافر ليها الحليب شربو، هو قاطع الحليب وقاطع السكاته حيت كان وزنو زايد، قطع ليه الطبيب الحليب، رجع الحليب. الولد رجع كيحبي، والولد ما شاء الله راه عنده عامين دابا 8 شهور، رجع الولد كيحبي، يعني بدا كيرجع كيدير داكشي اللي كدير هي. الا مثلا هز بابا يغوت، ربي اللي خلقو، حتى ما يخليش نحيد لك ماما خلقاتني، ما كيبغيهش يهزها. واحد الدرجه كيضربوا النهار كامل. انا هذه مسكينه بنتي درويشه ثقيله، هو يا شاقي باغي يلعب وداكشي، ومع الغيره زاد في الجعريه البنات بزاف، ولا جاعر ولا يعني واو واو واو، ما تقدريش ما تشديهش. دابا حنا غادي نباع الطبيب عضها من صباعها بثلاثه، كيفاش تعرفناها مسكينه؟ البارح صافي تورم عندها، تورموا صباعها وتنفخوا، وبحال كنحس فيهم يعني شي اسبوع واحد دار اوبسي، يعني كنحس انه من كثر النفخه داك النفخه قيح هكاك الفوق مسكينه، ووحده اللور موعته في العظم، الصبع الوسطاني العظم هكاك، وكلهم زرقين من الفوق. ما كنتش منتبه عليهم، ما كانش اللون ديالهم زرق، كانوا حمرين. حتى دابا انا 3 ايام عندي ياك احمد، عاد باش انتبهنا يديها تنفخات زرقاء. دابا حنا غادي نعرض الطبيب نشوفو، خصو يديروا ليها البلاكه، يشوفوا العظم، يشوفوا سمحوا لي ضرتني يدي، يشوفوا العظم ويشوفوا كل شيء. يعني البنات راه ماشي، اقسم بالله من خاطري انا خليته. راه تقول لي ماما راه الا غفلتي عليه يقدر يقتلها. تخيلوا كيجي من اللور وكيدير ليها كيديرها، كيشوف كيديرها هاك، ما كيبان لي حتى واحد، كيدير لها بزاف، تكيرجي راسها مع الحيط. واحد المره قسما بالله الا لاحت ليحت، تخيلوا معايا مسكينه ضعيفه، عرفتي منين لاحت هكا على راسها هنا. بابا تشوف شي حوايج تقول لي مسكينه الدريه راه كتسكر، يعني عذبها وعذب راسو ماشي لخاطرو، ماشي لخاطر الدراري صغار هكا، خصوصا اللي كانوا متابعين مطاردين كيغيروا من بعضياتهم. هي اللي مسكينه كتبغي تلعب معاه، القشاوش كاملين ممنوع تشدهم في يديها. الصغار كنت
لا 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 انا خويا لا، واخا يكونوا دياولها ها مونيكا ديالها يحيدها لها من الدياول وحمل الشرجم. ممنوع تلعب، ممنوع تهز الالعاب، خاصها تبقى غير جالسه وكتشوف فيه هو يلعب. هو واحد الحاجه اللي فيه زوينه عجبتني انه سخي، واحد السخاء عنده راه ما يمكنش. الا حل الثلاجه وهز دانون يهز، يقول طيباتي، يهز ليها هي ويمشي يعطيها باش يرجع يهز لي هو. ولكن خرجان وقال لي مصاصه مصاصه، دخلت الحانوت نشري ليه اول مصاصه كنعطيه هو، كيقول لي لا طيباتي ويخبيها ويقول لي اعطيني دابا انا. هاد الحاجه فيه زوينه، ما يقدرش ياكل شي حاجه بلا ما يخليها يخزنها لخته. صراحه حمقاتني ما عرفتش كنبقى نشوف فيه ونضحك. يعني انا خويا خويا ملي كنت صغيره ديما حقر عليا، ديما واكل لي خبز، ديما شرب لي رايبي، ديما واكل لي غاليطا، ديما شافر لي، ديما حقر عليا. هو لا، هو سبحان الله لا يخزن حقه ويعطيه لاخته. ولكن الغيره الحاده، يعني البنات اقسم بالله الى الولد ولا مسكين نزل واحد الوزن ما يمكنش ما يمكنش. اللي كيشوفه كيقول لي ولدك مسكين ضعاف، ده هو الصالح ديالو لان كان وزنه زايد. ولكن عاوتاني الضعف يجي ويجي حاله نفسيه ولي مكتئب الولد ويولي. فمن الاحسن اصلا هو ماما اللي رباته، فما كينعس حدا حتى حد، ينعس حدا بابا يبكي، ينوض يبكي ويغوص، يغوص على ماما. نبقى نلعب معاه انا زعما نقول تنهد حيلو باش ينعس، ما يعقلش على راسو. غير هو اللي يحط راسو هكا يدير هاي، يحل عيني يلقاني يبدا يبكي ماما ماما. ماما يقول لها ماما، مي انا كيقول لي ماماتي، ما كيقولش لي ماما. لا هي كتشوف. فالبنات يعني صعيب الحال بزاف انهم يتلاقاو. الا خاصهم يتلاقاو وخاصهم، وراه هو حارس وراه هي حارس، لانه كيغفل. وقلت لكم ذكي ما شاء الله عليه، راه كيدير ها ها، ما كاين حتى حد كيعطيها. مسكينه الدريه اقسم بالله انا نوريكم يديها غتخلعوا كامله 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 سيكاتريس. رجعت رجعت شافها شافها با ويقول لي ما الدريه ولات بشرب. لا وقلت لي ولدك ما عندنا ما نديرو. يعني اللي قراب ليا عائلتي وصحاباتي واللي شافوا داكشي بعينيهم هما اللي عارفين، هما اللي يعني غادي يقدروا يهضروا لكم اكثر مني انا، لانه شافوا بعينيهم لها واحد الغيره لدرجه انه يقدر يفكر شي حوايج يديرهم لها. المهم ما تبقاش حدا، المهم هو اللي خصو يبقى عزيز، هو اللي يعني هو الملك، هو الاول هي الثانيه. فكيف قلت لكم صعاب بزاف الاولاد اللي كيكونوا متعارضين. وانا جاوبتكم على التساؤلات ديالكم كاملين. فقلنا منين الدري عقل، دابا عامين و8 شهور، يعني على الاقل يدير واحد 3 سنين ونص كيولي يعرف، كيولي ثقيل، ما يبقاش يضرب معاها، وديك الساعه يتلاقى مع اختو. حاليا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. وانا اصلا انتم عارفين البنات، ماما ما بغاش نطول الفيديو اكثر، عارفين ماما ضد فكره الخدامه، يعني ساخطة عليا شحال من مرة. دابا راه جيتي تقول لي صافي انت ساخطة عليك، خليني انا اللي غادي نتكلف وانا اللي غنجيبها. الا جات غتلقاها، مستحيل مستحيل انا نخلي البيت بلا خدامة. وبالخصوص ملي كيشوفني كنشقى وداكشي ما كيبغيش ما كيبغيش، تقول لي ما جايبكش خدامة، ما جايبكش تشقاي، انا ما جايبكش طيبي، انت عجلسي، انت ع امري. هما هكا دايرين، تخلي الجين هكا دايرين، انت ع امري، انت ع طلبي، انت ع هادي، ما تنوضيش تجفي، تنوضي تشقاي، تنوضي تغسلي، ندير داكشي انا، المهم ما نشوفكش انت كديري. الله يجعل المغاربه هما كلهم يكونوا عليك. مغربي الا عطلتي عليه الغدا نهارك كحل، ولا عطلتي عليه العشاء نهارك ماشي كحل، مشارمل ياك احمد. وصافي هادشي اللي كاين البنات، الله فراسكم بزوات. وفي نفس الوقت غنقطع وغنعاود فيديو اخر باش نقول لكم حاجه اخرى، شي حاجه باغي نديرها نتشاور معكم فيها. يلا باي باي.